بسم الله الرحمن الرحيم، معكم محمد إبراهيم. النهاردة هنتكلم على الدليل الشامل لاستعادة البيانات من النسخ الاحتياطي لموبايلات وتاب الأندرويد. كنا عملنا فيديو سابق اتكلمنا فيه على الدليل الشامل للنسخ الاحتياطي. النهاردة عكس النسخ هو استعادة البيانات من النسخ الاحتياطي. هنتكلم على الطرق كلها وهنعمل استعادة زي ما عملنا باك اب، هنعمل استعادة من النسخ الاحتياطي. هنتكلم في الأول على النسخ الاحتياطي باستخدام حساب جوجل. فهنبدأ بعد ما عملنا Factory Reset للموبايل أو إعادة ضبط مصنع. دلوقتي الشاشة الأولى معانا، وهنبدأ بعد مسح كل البيانات على الموبايل هنبدأ نمشي خطوة خطوة. أول حاجة نختار اللغة زي ما أنت عايز، وبعدين نضغط على Start، نختار شبكة الواي فاي اللي عايزين نتصل عليها وندخل الباسورد. بعد ما دخلنا بيانات شبكة الواي فاي نضغط على كونكت، وبعدين نضغط على نيكست، تعمل موافق هنا وتضغط على نيكست. بعدين الخطوة المهمة اللي هي حساب جوجل، هندخل حساب جوجل اللي كنا عاملين بيه باك اب او نسخ احتياطي، وبعدين نضغط على جو، وبعدين ندخل كلمة المرور، وبعدين نضغط على جو، وبعدين موافق. وبكده احنا دخلنا اسم المستخدم وكلمة المرور لحساب جوجل اللي كنا عاملين عليه نسخ احتياطي، وبالتالي هيعمل استعادة للبيانات من على سيرفرات جوجل او خوادم جوجل ويحطها تاني مرة على الموبايل. واهمها هي استعادة الاسماء او جهات الاتصال وكلمات المرور لشبكات الواي فاي اللي انت مخزنها وكل تطبيقات جوجل. هنا بيقول لك هيعمل استعادة للبيانات، فنضغط على نيكست. لو عايزين نحط سكرين لوك هنحطه، بس سكيب دلوقتي، اضغط على سكيب، سكيب anyway، بعدين اضغط على مور، مور، وبعدين نيكست. بدأ يعمل استعادة للبيانات من على سيرفرات جوجل إلى الموبايل. هنعمل سكيب لأكاونت أو لحساب سامسونج، سكيب، فينيش، نضغط على فينيش. ودي أول طريقة قدرنا نستعيد بيها البيانات من النسخ الاحتياطي باستخدام حساب جوجل. هنكمل للخطوة الثانية. بعد ما دخلنا اسم المستخدم وكلمة المرور لحساب جوجل بيتم استعادة البيانات. يرتبط بحساب جوجل بعض التطبيقات، أهمها هو الجوجل درايف. لو دخلنا على التطبيقات، عندي التطبيق الأول اللي هو جوجل درايف، ده بقدر أحفظ فيه المستندات والملفات. وعندي التطبيق التاني هو جوجل فوتوز، اقدر استعيد من خلاله كل الصور والفيديوهات. الطريقة التانية اللي هنعمل بيها استعادة هي تطبيق مستقل بحمله من على البلاي ستور، وكنا عملنا نسخ احتياطي باستخدام الجي اس باك اب. هروح للبلاي ستور، اضغط عليه من هنا، وبعدين هبحث على جي اس باك اب. بيظهر التطبيق الأول، هنثبت التطبيق ده، وبعدين هنشوف ازاي نقدر نعمل من خلاله استعادة للبيانات اللي عملنا لها نسخ احتياطي. نضغط على انستول واكسبت. اكتمل تثبيت البرنامج، نضغط على اوبن، نضغط على اجري، بعدين هدخل على باك اب اند ريستور اللي هو الاختيار الأول من هنا. في الجزء الأول احنا كنا عملنا نسخ احتياطي وحفظنا النسخ الاحتياطي على الذاكرة الخارجية للموبايل. هنضغط على ريستور، بعدين بيظهر القائمة ديت، بختار انا حافظ النسخ الاحتياطي فين. فانا مسيف النسخ الاحتياطي من الجزء الأول في الاس دي كارد، بضغط على الاس دي كارد عشان هو هيبدأ يدور دلوقتي في الاس دي كارد على النسخ الاحتياطي اللي تم عمله باستخدام هذا البرنامج. اضغط على اوكي. نضغط على كلوز، وبعدين اوكي. بضغط على الدايره هنا المشرشره من فوق على ايدي اليمين،
وبعدين الفايل نيم اضغط هنا على الفايل نيم ديت كرييتد. هنا بيظهر عندي هنا اكتر من نسخ احتياطي انا عملتهم قبل كده، بختار اي نسخ احتياطي فيهم وبعدين احط عليه علامة صح وبعدين اضغط على اوكي. ودي كل البيانات اللي هيعمل لها استعادة، اضغط على اوكي وبعدين اضغط على begin restoration يعني ابدأ عملية الاستعادة، وبعدين confirm أأكد أضغط على أوكي. هيبدأ عملية استعادة البيانات من النسخ الاحتياطي اللي عملته عن طريق الجي اس باك اب. كده تمت عملية استعادة البيانات من النسخ الاحتياطي باستخدام تطبيق الجي اس باك اب بنجاح. أضغط على أوكي بعدين أضغط على أوكي. بعدين التطبيق ده بيعرض خاصية جميلة وهي استعادة التطبيقات. لو ضغطت على Restore Apps من هنا، دي قائمة بالتطبيقات تم عمل نسخ احتياطي ليها. أقدر إن أنا أضغط على Select All وبعدين أضغط على OK. بيبدأ تطبيق الجي اس باك اب يفتح البلاي ستور ويجيب لي التطبيقات أو قائمة بالتطبيقات اللي عمل لها نسخ احتياطي عن طريق البلاي ستور، وبيعرض عليا إن أنا أعمل لها تثبيت على الموبايل. لو أنا مش عايز التطبيق ما بضغط على زرار الرجوع. بعدين بيبدأ يديني التطبيق الثاني، مش عايز التطبيق ده أضغط على زرار الرجوع. بيفتح التطبيق التالي الـ AS File Explorer، أضغط على Install وأكسبت وبعدين أضغط على زرار الرجوع. هيفتح لي التطبيق التالي الميسنجر، أضغط على Install وأكسبت وبعدين أضغط على زرار الرجوع. لو مش عايز التطبيق ده أضغط على زرار الرجوع، أو لو أنا عارف إن أنا مثبته بيفتح التطبيق التالي، أضغط على ده انستول وأكسبت. بضغط باستمرار على زرار الرجوع لحد ما يخلص قائمة التطبيقات. ودي خاصية أنا شايفها خاصية جميلة جدا. بيفتح قائمة التطبيقات تطبيق ورا تطبيق عشان أثبته على الموبايل. التطبيق اللي موجود already أو شايفه إن هو التطبيق ده مثبت، اضغط على كنسل عشان ما يظهرش التطبيق ده. التطبيقات اللي انا محتاجها بعمل لها تثبيت، اللي مش عايزها بضغط على زرار الرجوع الى ان ينتهي تثبيت التطبيقات اللي انا عايزها. اضغط على كلوز وبكده عملنا استعادة للبيانات وللتطبيقات من خلال النسخ الاحتياطي لتطبيق الجي اس باك اب. رقم 3 في استعادة البيانات من النسخ الاحتياطي للاندرويد هو استخدام برنامج الهيليوم. وقلنا في حلقة النسخ الاحتياطي ان الهيليوم تطبيق ممكن تستعمله على الموبايل فقط لو انت عندك روت. لو ما عندكش روت هنحتاج البرنامج الهيليوم ايضا على الكمبيوتر يكون مثبت. اول حاجة هنروح للموبايل ونثبت تطبيق الهيليوم على الموبايل. نفتح بلاي ستور وهنبحث على هيليوم اللي هو هيليوم اب سينك اند باك اب او الاختيار. نضغط على انستول Accept. كده اكتمل تثبيت تطبيق الهيليوم بنجاح. اضغط على Open. قلنا في حلقة النسخ الاحتياطي ان الهيليوم بيعمل نسخ احتياطي للبيانات وبيضعها على الذاكرة الداخلية للموبايل. فقلنا قبل ما نعمل Format او قبل ما نعمل مسح للبيانات الهاتف او نعمل Factory Reset للموبايل، لازم ننقل النسخ الاحتياطي الخاص بالهيليوم من الذاكرة الداخلية ونضعها على الكمبيوتر عشان أبقى محتفظ بالنسخ الاحتياطي. أنا حطيت النسخ الاحتياطي على الكمبيوتر، هنقله من الكمبيوتر للموبايل للذاكرة الداخلية عشان أقدر أعمل استعادة. هروح لماي كمبيوتر بالضغط على مفتاح الويندوز والإي من الكيبورد، وبعدين هشوف أنا مسيف النسخ الاحتياطي الخاص بالهيليوم فين. أفتح النسخ الاحتياطي الخاص بالهيليوم
اللي هو الكربون دي كله النسخ الاحتياطي الخاص بالهيليوم. اضغط من الكيبورد على كنترول و A عشان اختار كل الملفات، وبعدين اضغط على كنترول و C من الكيبورد عشان انسخ الفولدرات دي كلها، وبعدين اروح لماي كمبيوتر تاني مرة، اوصل الموبايل بالكمبيوتر عن طريق اليو اس بي، وبعدين هفتح الموبايل هلاقي عندي الفون اللي هو الذاكرة الداخلية، وبعدين هلاقي الكربون هو ده الفولدر الخاص بالنسخ الاحتياطي، افتحه وبعدين اضغط على كنترول وفي من الكيبورد عشان اعمل بيست او لصق لكل النسخ او كل فولدرات النسخ الاحتياطي وبضعها في الموبايل. كده تم نقل جميع مجلدات النسخ الاحتياطي من الكمبيوتر الى الذاكرة الداخلية الموبايل. ده فولدر متكرر، هضغط على دونت كوبي، هروح بقى للموبايل. قلنا لازم يكون عندي برنامج الهيليوم متثبت على الكمبيوتر، فهفتح برنامج الهيليوم، وقلنا ازاي بنثبت برنامج الهيليوم على الكمبيوتر في الحلقة السابقة. احط لينك حلقة النسخ الاحتياطي للاندرويد في صندوق الوصف اسفل الفيديو، هضغط على ستارت من الكيبورد، وبعدين اكتب هيليوم اللي هو البرنامج الهيليوم هنا، هفتح برنامج الهيليوم. كده تم تشغيل برنامج الهيليوم على الكمبيوتر. عشان يتعرف عليه الموبايل لازم اخلي اليو اس بي كونكشن از بي تي بي او كاميرا، فبسحب من الاعلى للاسفل كونكتد از ميديا ديفايس، اضغط عليها وبعدين هحط علامه صح قدام كاميرا بي تي بي، اضغط على اوكي. كده تم التواصل ما بين تطبيق الهيليوم على الموبايل وبرنامج الهيليوم على الكمبيوتر، اضغط على اوكي. بعدين في برنامج الهيليوم بروح عند ريستور اند سينك، بعدين بختار انا مسيف فين النسخ الاحتياطي، فانا مسيفه في زي ما قلنا من شويه في الذاكره الداخليه، اضغط على انترنال ستورج، بيجيب لك فوق البرامج المثبته ومن الاسفل دي كل البرامج اللي معمول لها نسخ احتياطي، بضغط على الجزء الاسود من الاسفل وبعدين اختار سيلكت اول. لو في عندي اي تطبيق مش عايز اعمل له استعاده فبشيل علامه صح من قدامه زي الفوتوز مش عايزها، الكيب مش عايزه، وبنزل للاسفل اي تطبيق انا مش عايزه بشيل من قدامه علامه صح. بعد ما اتاكد ان دي كل البرامج اللي انا محتاجها بضغط على ريستور عشان تبدا عمليه استعاده البيانات من النسخ الاحتياطي، اضغط على اوكي وبدأت عملية استعادة البيانات من النسخ الاحتياطي. وبكده تم استعادة جميع البيانات من النسخ الاحتياطي باستخدام تطبيق الهيليوم. نضغط على كنسل وبعدين نكمل. الطريقة الأخيرة في استعادة البيانات من النسخ الاحتياطي هي باستخدام الكمبيوتر، وقلنا دي بتنقسم إلى قسمين، باستخدام الأندرويد ديباج بريدج أو بطريقة يدوية. هنتكلم على الاستعادة باستخدام الأندرويد ديباج بريدج. أول حاجة هنشغل الكوماند برومبت، بضغط على مفتاح الويندوز مع الآر من الكيبورد، وبعدين أكتب CMD وبعدين إنتر. وبعدين أكتب الأمر ده لاستعادة البيانات من النسخ الاحتياطي ADB وبعدين مسافة وبعدين ريستور، وبعدين أشوف أنا مخزن أو مسيف ملف النسخ الاحتياطي فين، فأنا مسيفه في المكان ده، وبعدين دراج أند دروب أسحب الملف ده وأروح للكوماند برومبت وأترك الملف في الكوماند برومبت، وبعدين اضغط على انتر من الكيبورد، وبعدين اضغط على ريستور ماي داتا، وبكده هتبدا عمليه استعاده البيانات من النسخ الاحتياطي باستخدام الاندرويد ديباج بريدج. وهنسيب الشاشه مفتوحه لحد ما تنتهي عمليه استعاده البيانات من النسخ الاحتياطي، وبعدين بعد استعاده البيانات
هيرجع الموبايل أو شاشة الموبايل إلى الهوم سكرين. الحاجة الأخيرة اللي هنتكلم عليها هي استعادة البيانات من النسخ الاحتياطي بطريقة يدوية، ودي لو أنا عندي البيانات عملت لها بطريقة يدوية، الصور، ملفات الموسيقى، ملفات الفيديو، نقلتها عن طريق نسخ البيانات من الموبايل ولصقها في الكمبيوتر، زي عندي لو ملفات الموسيقى ديت أقدر إن أنا أعمل كوبي وبعدين أروح للموبايل، أفتح الموبايل وبعدين أقدر أحطها في الذاكرة الداخلية أو في الذاكرة الخارجية. لو حبيت أعمل ملف جديد وأسمي الملف ده زي ما أنا عايز، وبعدين أضغط على Ctrl و V من الكيبورد بطريقة يدوية، عملت استعادة للبيانات من الكمبيوتر إلى الهاتف مرة أخرى. ودي آخر حاجة موجودة معانا في الحلقة النهاردة. لو عجبكم الفيديو اضغطوا على لايك أسفل الفيديو، اللي عنده اقتراح أو استفسار أو تعليق يقدر يكتبه في الكومنتس أسفل الفيديو، تقدروا تشاركوا الحلقة دي مع كل أصدقائكم، ولمزيد من الفيديوهات والشروحات أتمنى تشتركوا معايا في القناة بالضغط على سبسكرايب أسفل الفيديو. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.